الحمد لله سيد، هذا كدس أجواء جيدة، يعني جميع اللاعبين عندهم واحد الرغبة واحد العزيمة بأن باش نحقق ثلاث نقاط. دونك بأننا لعبنا المباراة الأولى خارج الديار وتمكننا باش نجيبوا شي نقطة، يعني في الفريق اللي كيكون باغي ينافس على اللقب وينافس على المراكز الأولى يعني ما خصوش يضيع نقاط كثيرة في الملعب ديالو. يعني إن شاء الله حنا كلاعبين واعين المسؤولية اللي علينا، غنديروا كل ما في جهدنا إن شاء الله باش نجيبوا شي ثلاث نقاط اللي تخلينا ان شاء الله نكونوا متصدرين المجموعه ان شاء الله. واه كيف ما كتعرف يعني فريق الرجاء البيضاوي كما كيعرف الجميع ديما يعني فريق كبير، وديما اي مباراه حنا كلاعبين كناخذوها كتكون عندنا مباراه ديال النهائيه. يعني ماشي حنا غادي نقولوا هذا الفريق ديال الكونغولي فريق اللي ساهل ومغمور ما عندوش تجربه، يعني كيف ما كيعرف الجميع اي فريق كيلعب مع حامل اللقب انه فريق الرجاء البيضاوي غادي يبغي يبين واحد المستوى كبير وغادي يبغي حتى هو ينتصر، ولكن حتى حنايا كنكونوا محتاطين من هذا العامل. ان شاء الله كنتمنى نديروا كل ما في جهدنا باش نجيبوا ثلاث نقاط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.